في فيديوهين منتشرين جدا الآن على مواقع التواصل الاجتماعي. واحد للدكتور ياسر برهامي بيتكلم فيه عن لقائه بالمجلس العسكري وكان موجود فيه الفريق أول عبد الفتاح السيسي ساعتها كان فريق، وفيديو آخر لمن يوصف بأنه شيخ وجدي غنيم، شيخ وجدي غنيم اللي بيقول أفظع الألفاظ اللي ممكن حد يسمعها في الوجود بدقن، برضه هو بيدافع عن اللحية. تعالوا أقول لكم الدكتور ياسر برهامي قال إيه. دكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية كان قاعد في وسط مجموعة، الصوت بس مش كويس قوي عشان كده هجيب لكم رشز من الفيديو تشوفوه. قال ان احنا انا قمت بعدة لقاءات بدأتها مع لقاء مع المجلس العسكري عقب ثورة 25 يناير، وكان فيها اللواء عبد الفتاح السيسي رئيس المخابرات العسكرية وقتها واللواء عباس مدير مكتبه. وتابع برهامي، السيسي اخبرني بان الناس خايفة متسائلا هل تضمن الاخوان، فقلت له لا اضمنهم، فقال لي اذا ننضم للناس نشوف احساس الناس ورغبتها ايه، مضيفا انه طلب منه صراحة ان تكون المبادرة بضمان الدعوة السلفية وحزب النور وتضم الكيانات الاتية ويوقع عليها: الدعوة السلفية، حزب النور، الاخوان المسلمين والحرية والعدالة، المجلس الاعلى للقوات المسلحة، مجلس القضاء الاعلى، رئيس ووكيل مجلس الشعب، والمخابرات العامة. ده بعد 25 يناير. وقال ان المبادرة نصت على توجيه رسالة طمأنة قوية لجميع مؤسسات الدولة بكافة اطيافها واتجاهاتها والحرص الكامل على دعم الدولة الحديثة بكافة عناصرها، بالاضافة لتقديم تعهدات من الرئيس القادم وجميع مؤسسات الحكم تضمن الاستقرار داخل الوطن. كلام ما فيهوش حاجة ان يطالب بيه السيسي، يطالب بيه طنطاوي، يطالب بيه اي حد في الدنيا. كلام رائع، يا ريت مرسي كان عمل ربعه.